تنجم تربح اقوى جهاز لتسجيل الجيم بلايز في العالم حصريا من عند تونيزيان جيمرز. عاملين لكم جيف اواي بنسبة شهر رمضان، كل ما عليك هو تزور الموقع متاعنا www.tunisiangamers.com. السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد خابو في فيديو جديد كالعاده. اليوم باش نعمل لكم بريزونطاسيون للديفايس اللي عاملينه كجيف اواي اللي هو اللايف جيمر بورتابل. قيت برشا ناس مش فاهمين شنو الوظيفه نتاعو، حبيت نوريكم معناتها ام تي ريفيو ام تي بريزونطاسيون، معناتها حاجه تفهم بها شنو يعمل بالضبط الديفايس هذايا. الديفايس هذايا مصنوع من شركه تايوانيه اسمها افير ميديا، كانت مختصة في الريسبتور والتو معناها تتبيع فيهم، ودخلت عام 2010 ولا 2009 نسيت. دخلت في صنع لي ديفايس هذوما اللي يسجلوا لي جيم بلاي من لي كونسول، حاجة طيارة على الاخر. على الاول ما نشحطش على الاخر، اما من عام 2012 وقت لونسيت اللايف جيم البورتابل دخلت معناتها في مجال العالمية، وبدأت تنافس في هوباج والجاتو وريكسيو، وبالطبيعة تفوقت عليهم على خاطر الديفايس هذايا لايف جيم البورتابل صغير على الاخر مقارنة بالجيم كابتور، وخير من الجاتو مع ان الجاتو اصغر منه. خير علاش؟ على خاطر الديزاين نتاعو كيما تراو مزيان على الاخر، وفيه ليد وفيه دي زوبسيون اكثر من الجاتو. كل ما عليك هو معناتها باش تستعمل الديفايس هذا تركب الاتش دي ام اي ان اتش دي ام اي اوت، وتركب اليو اس بي نتاعك في الاورديناتور، وبالطبيعه تنستالي ريك سنترال، وتنجم تريكوردي الجماعه اللي يعملوا دي تورنوا تريكوردي في كارت ميموار كيما معناتها تراو. تركب كارت ميموار كلاس دي اس اس دي اتش سي وتبدا تريكوردي على روحك. وبالنسبه لليوتيوبرز حاجه هذه اهم اوبسيون فيه بالنسبه لي، هي تركب الميكرو نتاعك والكاسك وتريكوردي طول معناتها ما غير لا اوداسيتي ولا مونتاج ولا وضني، كل شيء يجيك حاضر باش هيك. هذاك علاش معناتها اللايف جيمر بورتابل هو افضل جهاز لتسجيل الجيم بلايز في العالم. ان شاء الله عجبتكم البريزونطاسيون هذايا. كان معكم احمد كابو من تونيزيان جيمرز، رمضانكم مبروك، وتوا نخليكم في امان الله.